السلام عليكم خوتي وخواتاتي، ومرحبا بكم في حلقه جديده على قناه يلا نصيدو. حاليا متواجدين مدينه اخف النير، دوزنا ليله كامله ديال الطريق. الوجهه ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غتكون مدينه الداخله، غادي تعيشوا معنا واحد المغامرات اللي زوينه وزوينه بزاف. المهم حنا ناويين ان شاء الله ندوزو تقريبا واحد 15 ولا 20 يوم، غادي نقسمها لكم على شكل حلقات. المهم نتمنوا من الله سبحانه وتعالى ما يخيبناش، والا ما كانش الحصيله راه كاينه الجميله. وبمحض الصدفه لقينا مع مهم زكريا الرئيس، جاي معنا الاخ ديالنا الرئيس حميد، هو كيلعب مع المشيشات. الرئيس حميد تحيه للمشاهدين. الله يحفظكم، الله يحفظك ليا. مرحبا، تلاقينا بالرئيس عثمان، هذا هو مول القوس قوس الرئيس. تبارك الله عليك. معنا الرئيس عمار، توجه معنا مدينه الدار البيضاء الرئيس الحسن. تبارك الله عليك خويا، مرحبا بك، وتحيه من هذا المنبر للرياس كاملين مدينه اكادير. المهم خوتي وخواتاتي ما تنساوناش بالدعوات ديالكم، تحياتي لكم. السلام عليكم. احنا حاليا خوتي وخواتاتي متواجدين في بحيره بن عيلة، على اساس عيطنا لواحد السيد جمع لنا البخ ديال الاخ، وهذا اللي هنايا ان شاء الله مدينه الداخله. المهم بحيره بن عيلة هي هذه، واحد الفليك هنايا. المهم بالنسبه للناس اللي ما عارفينش وبغاو يصيدوا في هذه المنطقه، منطقه زوينه وزوينه بزاف، وكتمتاز بوجود سمك ابلاغ او نبيره، وكذلك بسمك الكوربين. كتجي عندهم كتفاهم تبيع على الثمن، كديك يقطعك البحيره كامله هذيك، دير القيطون ديالك المسائل كلشي كيهزو بالفلوكه، وتمشي دوز حتى على حساب الجهه ديالك هي ملي بغيتي دوز تما، كتصل بمول الفلوكه وكيجي يجيبك عاوتاني. المهم خوتي وخواتاتي منطقه زوينه وزوينه بزاف، تستحق الزياره. انا اول مره غادي نجي ليها وخديت المعلومات، المعلومات كامله الرحمن الرحيم من التحت. الفرصة أقرب أقرب فرصة ممكنة غادي نجي نصيد في المنطقة هذه، لأنها منطقة رائعة رائعة جدا وراحة البال صراحة، فيها راحة البال. المهم خوتي وخواتاتي تناول البوخ إن شاء الله ديالنا، نشطوا الطريق مدينة بوجدور، غادي نطلقوا واحد الضيف تا هو عزيز علينا، توكلوا على الله. السلام عليكم. الضيف ديالنا حنا اللي ضايفين عنده هاد الساعه السلام، بعد مده طويله جاتنا الفرصه باش نتلاقينا معاه. هما الرياس كامل والله مجموعين، غادي نتوجهوا للمصيد ان شاء الله اتجاه مدينه الداخله. ضربنا تقريبا واحد ثلث ديال الطريق، ما ساعفناش لحد اننا نوصلوا للداخله، المصيد اللي غادي نمشيو ليه ما عارفينوش مزيان. كاينين الناس اللي غادي يمشيو معنا غدا ان شاء الله، غادي نتلاقاو بهم. المهم دزنا لواحد المصيد هنايا كيتسمى، اش كيتسمى سي مبارك؟ الكراع. الكراع، واد الكراع، المصيد ديال واد الكراع هو هذا الكوش طايح حدانا. حنايا الطوموبيلات، الطوموبيله ديال الاخ زكريا. سي مبارك الله يعطيك الصحة. ها واحد الكليسة بريردات ديالها شي كيطيبو، ها العشيوة إن شاء الله، ها هي الجميلة، ها واحد أولاح تبارك الله، واحد تاكاوة، تاكوة ياك؟ البورة، 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 هي هي هذه البورة، ها هي الناس باش يعرفوها، وإن شاء الله ملي غادا تحط في الطاجين غادي نوريوها لكم. القويطين هو هذا إن شاء الله، غادي نديرو عليه واحد الإطلالة حتى هو. ها هو القويطين الدراري راهم مشاو شحطو. المهم حنايا دابا صراحة عينا واحد شوية، غادي ناخذ واحد القسط ديال الراحة. المهم ان شاء الله الرحمن الرحيم غدا ان شاء الله غادي تبدا عندنا الصيادة، وغادي تبدا الرحلة ديالنا، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وكنواعدكم خوتي وخواتاتي انه لما كايناش الحصيلة كاينة الجميلة، ولكن ضروري تكون الحصيلة ان شاء الله. تحياتي. المهم خوت، واحد المفارقة عجيبة طرات لينا من بعد ما تعشينا، الرياض هبطوا القصب، انا مقدرتش نصبر، هبطت القصيبة ديالي
جينا شحطنا وجاب الله هادشي زين الحمد لله. اجي نوريكم اش مصيدنا تبارك الله. ها واحد البليغه ها امها تبارك الله اللهم بارك. هذا راه اخوان على عدم التوصيل. اه راه تهدرت لهم تبارك الله اللهم بارك. فين هذيك التربو وارايس؟ باقى حي ولا ماشي؟ باقى حي يا خويا باقى كتركلها. تبارك الله اللهم بارك. تبارك الله. تبارك الله. اللهم بارك. واحد التربو زوين ضرب الرئيس حميد. الرئيس عثمان والرئيس. ها آه هي تبارك الله اللهم بارك. ها آه هي باقى حية. تبارك الله اللهم بارك. المهم خوت خوت سمحوا لي بزاف ما وثقتش هاد الليله درناه في يد الله بغينا غير نحيدوا النغزه ديال او الفيز ديال الصيده وجاب الله تيسير كنتمناو يكونوا في التقاطات مباشره نوثقهم لكم ان شاء الله. الرئيس عثمان مع شي حاجه ان شاء الله على مولانا اللهم اللهم يسر. اجواء ضبابيه هو الرئيس عثمان حنا قربنا عليه على مولانا اللهم يسر. اضرب اضربات زوينه الرئيس اللهم يسر بسم الله. ابليغه زوينه تبارك الله اللهم بارك درعي لا ابلاغ اللهم يلا قلت لي ما داينش الرئيس اللهم بارك يلا مكملش نصف دقيقه قال لي راه ما دايرش هاي تبارك الله شوف تبارك الله بلاش شوف 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 اللهم بارك هذه راه يد كبيره هذه تبارك الله شوف اللهم بارك اللهم بارك. ها هو الرئيس عثمان تحياتي خويا بالصحه شوف بقى تجلس حدايا قول لي راه ما دايرش اللهم بارك. ها آه هي بليغه زوينه تبارك الله شي كيلو الرئيس ما ياك صحة والراحة. الرئيس عثمان مع شي حاجة عاوتاني إن شاء الله على مولانا اللهم يسر ولا تعسر. المهم خوت سمحوا لي هذا الصيد ديال الليل هو هذا ما الصورة ما واضحاش مزيان ولكن كاينة شوية قصار الحمد لله اللهم يسر اللهم يسر يا رب. على مولانا ها هو جاي شريغو تبارك الله اللهم بارك تبارك الله. شريغو زوين تبارك الله اللهم بارك. ها هو الدوران ديال الماكينه في القصار الحمد لله وتبارك الله على الرئيس عثمان شريغو. ها هو اللهم بارك كيبري بالصحة والراحة الرئيس. ها هو دار بلا كابيلة كابيلة خانزة خانزة الله يسر خوت. المهم كانت هذه الحصيلة تبارك الله بليغات شريغو كورة بليغات هذا بلغات تبارك الله كبار اللهم بارك التيربو تبارك الله تبارك اللهم بارك اللهم بارك. المهم خوتي وخواتي هادشي كانت هادي الحصيلة ديال الليلة الأولى ما كناش ناويين نريسو غير شدادنا هاديك الشوق واللهبة ديال الرياض جاب الله هاد الحصيلة هادي حنا غادي نبدلو المصيد نمشيو للمصيد إن شاء الله اللي كنا ناويين نمشي ليه. تحياتي لكم والسلام عليكم.